بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة وتمام التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان، الله يعطيكم العافية. اليوم حجرب الموديل بعد تركيب سبيد مامبا كاسل، طبعا XL2، طبعا 200 ملي أمبير. أكيد يعني بيكون الماكينة والأجهزة الإلكترونية الباقية أو البطاريات تكون مرتاحة. فبنجرب الموديل، باين انه ما شاء الله في عزم عن السبيد حق كاستل اللي كان راكب عليه ضعيف، وبنجرب اداء الموديل هذا اليوم. بسم الله. Hello.